مساء الخير، أحب أحكي لكم تجربتي في التغذية العلاجية. وأنا قبل ما أعمل الدبلوم التغذية العلاجية مع دكتور أحمد عطية الدهشان، أنا كان مستواي علميا وعمليا كان ضعيف. بعد ما عملت الدبلوم التغذية العلاجية مع دكتور أحمد عطية الدهشان اختلفت تماما مستواي علميا وعمليا. اشتغلت مع مشاهير في مصر في التغذية العلاجية، بما في ذلك إن أنا عندي شغل خاص بيا. بالإضافة لذلك إن دكتور أحمد عطية الدهشان مختلف تماماً عن كل الدكاترة اللي أنا اتعاملت معاهم قبل كده، لأن هو بيدعم طلابه بشكل كامل، دايماً بيتواصل بيهم وبيدعمهم طول الوقت بشكل كامل. يعني أنا مثلاً دكتور أحمد عطية الدهشان دعمني بشكل كامل، دايماً لما بيكون في شغل معين في التغذية دايماً إن هو بيبلغهم بيه. أنا على المستوى الشخصي دكتور أحمد دعمني بشكل كامل بإن أنا أكون مستشار اللجنة الطبية بالنقابة العامة. طبعا طول الوقت دكتور أحمد لما أنا بحتاج أي حاجة ببعت له، فهو دايما بيرد عليا. دايما لما بيكون في مراجع جديدة بيبعتها، أنصح أي حد من طلاب دكتور أحمد أو أي حد بيتعامل مع دكتور أحمد إن هو يعني هيكسب، وهيكسب كتير جدا جدا. طبعا أنا على المستوى الشخصي أحب جدا أشكر دكتور أحمد عطية الدهشان. أي حد هيتعامل مع دكتور أحمد الدهشان هيدعمه بشكل كامل، هيوصل لمستوى هو عمره ما هيحلم ان هو يوصل له زي انا ما وصلت الحمد لله. فاحب اشكره جدا وشكرا.